تمثل المشاركة في نهائيات كأس العالم حلما كبيرا لكل نجوم كرة القدم على سطح الأرض، لذا يسارع أصحاب الملايين الذين يلعبون في أكبر الأندية العالمية في تلبية النداء الوطني والمشاركة في التصفيات من أجل نيل شرف لن يمحوه الزمن من سجلاتهم بعد الاعتزال. ورغم أن المنتخبات 32 التي تأهلت لنهائيات النسخة رقم 20 للبطولة التي تنطلق في ضيافة البرازيل بعد أقل من شهرين، رغم أنها تضم في صفوفها أبرز اللاعبين في العالم، إلا أن عدم توفيق بعض المنتخبات في القارات الخمس في تجاوز التصفيات وتعرض بعض النجوم للإصابة سيحرم عشاق الساحرة المستديرة من متابعة نجومهم المفضلين في بلاد السامبا. بيتر تشيك حارس تشيلسي الإنجليزي سيكون أبرز الغائبين في هذا المركز بعد أن فشل منتخب جمهورية التشيك في تجاوز التصفيات الأوروبية وحلوله في المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف إيطاليا والدنمارك. وبدوره لن يتمكن الصربي برانسلاف إيفانوفيتش زميل الحارس الكبير في البلوز من المشاركة في الحدث الأهم بعد إخفاق منتخب بلاده في تجاوز التصفيات الأوروبية وحلوله ثالثا في المجموعة الأولى خلف بلجيكا وكرواتيا، وهو نفس حال دانيال أجير مدافع ليفربول الإنجليزي وديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ الألماني بعد أن جاء منتخب الدنمارك في المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الثانية، ولكنه لم يتأهل للملحق كونه أقل المنتخبات تحقيقا للنقاط، بينما حل المنتخب النمساوي ثالثا في المجموعة الثالثة خلف ألمانيا والسويد. جناح ريال مدريد الإسباني جاريس بيل أحد أغلى نجوم كرة القدم في العالم حاليا سيكون أبرز النجوم الغائبين عن المونديال بعد أن حل منتخب ويلز في المركز الخامس وقبل الأخير في المجموعة الأولى في تصفيات القارة العجوز. ومع بيل حرم منتخب البلاك ستارز نجم وسط الأهلي المعتزل محمد أبو تريكا من إنهاء مسيرته الأسطورية في الملاعب بالمشاركة في المهرجان الأكبر لكرة القدم بعد أن تفوق على منتخب مصر في لقائي المرحلة الحاسمة للتصفيات الإفريقية بسبعة أهداف مقابل ثلاثة. ومع الماجيكو لن يتمكن عمر عبد الرحمن نجم فريق العين من عرض موهبته الكبيرة بعد إخفاق منتخب الإمارات في تجاوز تصفيات القارة الآسيوية. أما عن نجوم الهجوم الذين سيغيبوا عن هذه النسخة فحدث ولا حرج، حيث يبرز اسم مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش الذي فشل في قيادة منتخب السويد للنهائيات بعد أن اصطدم برفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملحق الأوروبي، وهو نفس حال مهاجم بروسيا دورتموند الألماني روبرت ليفاندوفسكي نجم المنتخب البولندي ومهاجم المنتخب المصري وتشيلسي الصاعد محمد صلاح. أما عن النجوم المتوقع غيابهم بسبب الإصابة رغم تأهل بلادهم للنهائيات، فيبرز اسم مهاجم موناكو الفرنسي راداميل فالكاو نجم المنتخب الكولومبي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في لقاء فريق الإمارة الفرنسية في بطولة الكأس في يناير الماضي، وأجرى جراحة عاجلة قد لا تمكنه من إمتاع العالم بأهدافه الرائعة حال غيابه عن قائمة منتخب بلاده في النهائيات أو مشاركته وهو يعاني من آثار هذه الإصابة الصعبة. Thank you.